إذا على غرار أمن ولاية الوطن وهذا التقليد يعني أو العادة التي كرست المديرية العامة للأمن الوطني وعلى رأسها السيد اللواء المدير العام الوطني، تقوم قوات الشرطة التابعة لأمن ولاية وهران والتي يقارب عددها 1000 شرطي أو ما يزيد عن 1000 شرطي بمختلف الرتب، يعني رتباء أعوان وكذلك أعوان شبهيين، بعملية التبرع بالدم لصالح مرضانا على مستوى مستشفيات وهران. هذا التقليد الذي أصبح يعني يدخل في ثقافة المديرية العامة للوطن ما هي إلا تضامن لقوات الشرطة لمرضانا الموجودين في المستشفيات أو الذين يقومون بعمليات جراحية.